والآن محارب الركن الأحمر جون فيليب. أعزائي المشاهدين، جمهورنا الكريم، هذا نزال الكومين إيفنت، النزال قبل النهائي لهذه البطولة. الآن نزال على لقب وزن تحت 84 كيلوغرام بين محارب الركن الأزرق المتحدي على اللقب من الأردن، الوزن تحت 84 كيلوغرام والطول 182 سنتيمتر، متخصص في الجيجيتسو، في رصيده 6 فوز و3 خسارة. رحبوا بالمحارب يزن جنى. والآن محارب الركن الأحمر المدافع عن اللقب من الجزائر، الوزن تحت 84 كيلوغرام والطول 187 سنتيمتر، متخصص في القتال مختلط والجوجيتسو، في رصيده 3 فوز وخسارة واحدة. رحبوا بالمحارب حامل اللقب جيم فيليب. Gentlemen, this is the co-main event. I do expect a clean fight. Touch him up. Let's fight on the bell. Good luck. الجزائري الرائع في اللعب، شفناه في البطولة السابقة. يفتح اللعب يزن، لكمات قوية. أوه! انتهت انتهت انتهت. يا سلام يا. يا سلام يا. فقط. فقط 1500 500. أعزائي المشاهدين، في بداية الجولة الأولى فاز وما زال حامل اللقب لوزن تحت 84 كيلوغرام جون فيليب. جماعة، تحية لحامل اللقب جون فيليب.